مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية، ودلوقتي جه معايا الديش بارتي. والديش بارتي النهارده العنوان بتاعها جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه، بيقولوا كده دايما. فهل جوزك فعلا لو انت واخداه من بيته ليه طباع معينه مش لايقه عليكي، مش لايقه معاكي، مش عاجباكي، ممكن يتغير؟ ممكن تعرفي تعوديه فعلا زي ما المثل ده بيقول، ولا الطبع في الاخر بيغلب التطبع؟ يعني انسي مهما عملتي، انت واخداه زي ما هو كده باكج، اقبليه بسلبياته وبمميزاته، مش هتعرفي تغيريه. هو ده موضوع حلقه الديش بارتي النهارده، تعالوا نشوفها. وانا هختم معاكم دلوقتي، اشوفكم بكره ان شاء الله على خير الساعه 9 مساء على الهواء مباشره على تلفزيون حياه. كنت معاكم اميره بدر، سلام. ممكن لما نتجوز الراجل يبقى فيه مواصفات كتير جدا مش عاجبانا، نحاول ان احنا نغيرها طبعا، بما اننا ستات واذكياء قوي، نقول لك اه انا هاخده كده بس انا هظبط. اول ما اتجوزه هعرف ان انا اسستمه، هعرف اخليه الشخص اللي انا عايزاه. هل ده بينجح فعلا ولا لا؟ ده دي طباعه، الطبع لا يمكن يتغير، يعني طبعه بيغلب التطبع ولا؟ وفي مقولة تانية برضو بتقول جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه والكلام ده، ولا الكلام ده كلام فارغ؟ جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه كلام مش مظبوط، لان احنا الرجالة عندنا الشرقيين عندهم طبعهم بيبقى صعب جدا اي واحدة ست تغيره. حتى احنا اولادنا، انا بربي ابني لحد فترة معينة وبعدين بعد كده هو بيطلع من تحت ايدي كأم، هو خلاص ما بيبقاش عايز سيطرتي عليه وبيبدا يشوف بابا بيعمل ايه، او المجتمع اللي هو عايش فيه الرجاله بيعملوا ايه وبيبدا يقلدهم. فاحنا اوريدي لاننا مجتمع ذكوري، فبيبدا الاولاد يطلعوا من تحت ايد الام بعد سن 17 18 سنه. انا متاكده انك ربيتي ابنك كويس، الحمد لله. انا متاكده من حاجه زي كده، بما ان انا عارفاكي وعارفه قد ايه حضرتك شخصيا. ربنا يخليك. لا انا بتكلم على الرجاله بقى، جوازاتنا احنا. ما هو انا بقول للراجل، هو انا ابني دلوقتي بقى راجل، بس جوزك غير ابنك. ماشي، انا جوزي جاي بطبع معين. نشأة الراجل من الام دي، نشأة الراجل في الاول، النشأة بقى اللي طلعت علينا احنا في بالظبط، ده الام. بعد كده هيبقى زوج المرحله الثانيه. انت بقى اتجوزتي واحد دلوقتي وفي طباع مش عاجباكي، عصبي زياده عن اللزوم، خاين، بيحب الستات. لا عصبي حاجه وخاين مثلا، خاين دي حاجه ثانيه. ليه ما في واحده تقول لك انا ده بيعرف ستات كتير، بس انا لما يتجوز هيتهدي وربنا يهديه ان شاء الله. بس فعلا الراجل لما بيبقى في سن شبابه عاش حياته وعرف ستات كتير، اول ما بيرتبط ويتجوز ما بيحاولش ان هو بيعيش لاسرته وبيته. بس لو هو اصلا بيحب الستات، لو كان هو معاش حياته بيجي فتره بعد الجواز بتلاقيه ان هو. بس النظريه دي مش شرط. لا ما هي بتختلف. لا بس هي فعلا كده ما بتنطبقش. بس انا اعرف ناس كانوا محترمين وفضلوا محترمين لحد اخر وقت. بس دي كل وكان في ناس محترمين ونتيجه ان الزوجه نفسها مش كويسه معاه، فبيضطر ان هو يبص لغيرها بره. احنا دلوقتي بنشتكي، الناس رجاله كتير جدا بتشتكي من سلبيات الزوجه في البيت بعد الجواز. السلبيات موجوده وكتير جدا، وخاصه بعد ما بيجي اطفال. ما بتبداش الست تشوف نفسها كويس، بتبقى في سلبيات كتير قوي قوي، اهتمامها بالولاد بتبقى اكتر من اهتمامها بالراجل، فبيبدا الراجل يبص بره. وبكل اسف برضو لان احنا كشرقيين الستات ما بتاخدش بالها من حته بعد الخلفه مباشره، لان هي تبدا تظبط. يعني ايه ما بقاش؟ ليه في ستات كتير دلوقتي بشوفهم؟ لا الجلد بتاع دلوقتي، جلد بعد ما بيخلفوا واخدين بالهم. واخدين بالهم. انا بتكلم على الجينات الوراثيه حبيبتي، اللي هي بتخلي بكل اسف دي بتبقى حاجه من عند ربنا، ما احنا مالناش يد فيها على فكره. يعني انا بيتن جسمي كويس ده من عند ربنا، انا جسمي لا ليه في بتحافظ، انا بتكلم على اللي جسمهم بيبقى مش مظبوط بعد الولاده وكده، فبتحصل حاجات كتير. ما بتبداش الست تاخد بالها من الحته دي، هي المفروض تاخد بالها لنفسها مش تاخد بالها عشان جوزها ما يبصش بره. ايوه بس دي بتبقى اختلاف شخصيه الست نفسها. في ست بتحب ان هي تهتم بنفسها فهتفضل طول عمرها مهتميه بنفسها، تمام، حتى لو خلفت يعني كل ده. ممكن بعد ما تخلف تنسى فتره بس هترجع تفوق، بس هترجع تاني. لا بس انا بقول دلوقتي، انا دلوقتي اتجوزت واحد عصبي زياده عن اللزوم، هو طبعه عصبي، هل انا بعد الجواز اقدر اغيره؟ اعرف اغيره؟ هو ممكن تغيريه بس باللين، بالسياسه. تمام. تفتكر انا رايي حاجه تانية، لو هو عصبي قوي انا ممكن انا كزوجته امتص عصبيته، لكن هو ممكن يكون عصبي بره البيت، لكن عندي انا وستوب، ممكن انا اعمل له ستوب. بس ده طبعه، ممكن انا اعمل له ستوب، لان انا لو جرأته عليا في عصبيته هيضربني، والضرب ده بيجي من وراه مشاكل كتيره. طبعا. تمام. كمان والولاد ما ينفعش ان الولد يشوف مامته بتتضرب،
فهحمي سلبيات كتيره ورا. تمام. فاتعصب بره حبيبي عند باب البيت، تعالى وستوب. انا لا عجباني عجباني عجباني. انا لا ما ينفعش ما ينفعش. ازاي هتعملي كده؟ ايه ازاي؟ هو عصبي دلوقتي وبيزعق. اوكي هتعملي ايه؟ لا هسيبه خالص. اخرج حبيبي، اخرج لك ساعتين او الكلام ده كله، هيعرف ان لا 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 مش هترد خالص على فكره. وفي نفس برضو الموضوع، لو انا عصبيه هو زي ما انا بعمل معاه هو يعمل معايا، مش هيكلمني. ايوه على فكره. وانا انا جوزي كان بيعمل كده. العصبيه ما بتتغيرش، ده طبع. اه زي بتقولي كده الطبع يتغير معاك انت معايا انا. تمام. ممكن. بس او ممكن اسلوبها هتخليه ان هو يقدر يتحكم. انا لازم اكون انا هاديه معاه، لازم اكون هاديه معاه. يعني انا شايفه كده، لازم الست ايا كان شخصيه الراجل بقى، بيبص بره، عصبي، دقه قديمه زي ما بيقولوا، بارد، الكلام ده كله لازم الركع على الست على فكره. وميمة الركع على الست كل على فكره قاعده شواذ مما لا شك فيه. بس هو الست عليها العامل الكبير على فكره. اكيد انا معاك. الست بقى الست معك. تعالي لو اتعصبت قدامه، لو خانها هتخونه، لو اتعصب عليها هتعصب عليه. ايه احنا مش في مجتمع حرب. طيب هو ايه عامه في الراجل الشرقي لما بيجي نتجوز بتبقي في كل واحده ست بتبقى حابه تغير فيه حاجات معينه؟ تمام. في كده حاجات كومن ما بين كل الرجاله الشرقيين، لو بيحبوا بعض بتاخدوا كده. ما هي بتاخدوا بس بتاخدوا غيروا بس بعد كده لما بتبقاش شايفه اصلا عشان بتحب. بالظبط ما بيشوفوش. لكن بعد الجواز بيظهر كل حاجه. بنبقى صغيرين في الاول وبنحب بعض. انا شايفه فيه عيوب معينه غير ان هو عصبي. انت مش شايفاها؟ لا بتبقي عشان بتحبيه بتتغاضى عنها. بتتغاضي عنها وبتقولي هغيرها بعد الجواز. انا قويه وسوبر وومن وهعرف اغيرها بعد الجواز. سواء بقى مثلا ممكن يكون بيبص على بنات كتير، لا احنا ما نتجوز هو مش هيبص على بنات تانية. اصل مشكله الراجل حتى لو بص ما هيرجع تاني. لا بعد الجواز اكيد مش هيعمل كده. ودني لا بعد الجواز اكيد مش هيعمل كده. ليه مش هيعمل كده بعد الجواز؟ حضرتك هو نفس الشخص. لا لا ما بتتغيرش. كل حاجه بتتغير. لا كل الامثال اللي انت بتقوليها دي ما بتتغيرش. مش بتتغير. لا 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 ما بتتغيرش. حتى لو انا حاولت ان انا اغيرها، حتى لو حصل اي حاجه في اي حاجه ما بتتغيرش. وبيحصل طلاق بسبب الحاجه دي بالذات. ولو انت عارفاها من قبل الجواز وانا نصحتك كأم ان انت ما تعمليهاش او ان انت ما تتجوزيهوش، هتتجوزيه برضه ومش هتسمعي كلامي وهتطلقي او هتستحمل كلامها. صح. محدش بيستحمل جيلكم، محدش بيستحمل. معلش جيلكم اللي هو اعتبارا من العشرينات لل 35، من 25 ل 35 اللي هو ال 10 سنين دول، ما عادش حد بيستحمل خالص. انا الاكثريه ما بتستحملش. قدامي تجارب كتير جدا نسبه الطلاق رهيبه. لانه في الغالب برضه هنرجع نقول ان نسبه الشباب اللي اتجوزوا في السن ده كلهم اهاليهم مساعدينهم من الاي تو زي. وده غلط. وده غلط. ما بيحسش بقيمة البيت. هو ما تعبش في الفلوس. ما هو ما جابش فلوس. ومهما جاب فلوس هو عايز الأول يصرف على نفسه. يجيب عربية إذا عارف يجيب. أيوه. يجيب لبس براندات. يعمل قعدات مع أصحابه وكافيهات وبلا إلى آخره. وبابا بقى هيعمل الشقة وهيجيب العربية وهيجيب العفش وكل الحاجات دي. فهو ما تعبش. فبالتالي لما بتحصل مشكلة ما بين الراجل هيدفع لي المؤخر، فانا ممكن اتجوز واحده كمان. بس انا عايزه اقول لكم حاجه. انه احنا الستات لما بنتجوز بنتغير في حاجات كتير جدا فينا بتتغير. اه طبعا. ايه ده؟ بنتغير كومبليتلي. يعني اما بابا اما تلاقي اهالينا يجوا يشوفونا يقولوا ايه ده، انا مش مصدق انت بقيتي واحده تانية. بتهدي، بتحبي بيتك اكتر، بتتغيري عشان خاطر جوزك. في حاجات كتير فينا فعلا بتتغير للاحسن. تمام. هل هم بيحصل فيهم نفس التغيير ده؟ اكيد. يعني اكيد لو هو شخص كويس. مش احنا قلنا في الاول احنا مجتمع ذكوري وكلنا متفقين بكده؟ مجتمع ذكوري. المجتمع الذكوري الراجل بيبقى صعب جدا تغييره، لكن البنت بيبقى سهل جدا تغييرها للاحسن. ليه؟ عشان هي حابه البيت اكتر. الراجل ما بيتغيرش دايما، لان الست دايما بيقول، في مثل بيقول الام بتعشش والاب بيطفش. ليه؟ ده مثل هو وحش قوي. وانا عارفه انه وحش. ولا انا عارفه انه وحش، لكن في الغالب الست دايما هي صاحبه البيت. الست عمود البيت. طيب. والراجل عمود البيت. ده لازم يكون، لازم يكون. لكن حاليا مفيش الرجالة سابوا كل المسؤوليات على الست. بس ده عيب مننا مش عيب منها. لا ده عيب من الوضع اللي ماشي في البلد. حبيبتي ما هو دلوقتي 90% من الشباب اللي بيشتغلوا البارت تايم بتاعهم بتاع الشغل ما بيكفيش المصاريف بتاعة البيت. طب يضطر ان هو يشتغل بارت اكبر. صح صح.
فبينزل الشاب من هنا من الساعة 8 الصبح أو 7 الصبح يرجع الساعة 10 بالليل، هيرجع إيه؟ مش هيعمل حاجة إيه؟ ولا هيودي الدكاترة، هيرجع تعبان. فبالتالي سايب كل المسؤوليات للست. المفروض ولو حاجة الست ممكن تقدر لو هو لو هي متأكدة وهو محسسها مليون ألف في المية أن أنا لو حصل أي حاجة أنا هبقى موجود، أنا هسيب الدنيا عشان بقى موجود جنبك، فاهمة قصدي إزاي؟ لا لو هو مضطر، لو هو مضطر أنه يشتغل هي لازم تستحمل. تمام تمام، ولازم تساعده لحد ما الدنيا تبقى مظبوطه، فاهم قصدي؟ انا بتكلم على طباع مش بتكلم على ظروف. ما هي الظروف بتخلي الواحد برضو. لا ليه، هي ظروف الولد لما بيبقى في بيته ومامته مدلعاه اخر دلع وما عندوش مسؤوليات، لكن هو اتعود ان هو ما يشيلش مسؤوليه في بيت اهله، هيشيلها ازاي في بيت مراته؟ مش هينفع. يعني ما هو اللي هيشيل اللي ما يشيلش مسؤوليه في بيت اهله المفروض ان هو هيشيل مسؤوليه في بيته. يعني اول مسؤوليه لازم يشيلها اللي هي شغله، الشغل دي اول لازم مسؤوليه. اول مسؤوليه شغله المفروض. لا ليه، لو هو لو الولد في بيته في بيت اهله، اهله معودينه ان من وانت صغير قد كده مسؤوليتك نظافه اوضتك، مسؤوليتك تخلي بالك من اخواتك البنات، مسؤوليات عندك مسؤوليات من وانت صغير، لما يكبر هيتعود وهيبقى. يعني احنا رجعنا يعني احنا الثقافه التربيه الثقافه. انا لما بدات بنربي غلط. انا لما بدات الكلام بدات بابني ان هو لحد ما طلع في سن معين، وبعدين بعد كده هو طلع من ايدي وبدا يبص ايه اللي بيعجبه بره، ايه اللي بيعجبه في باباه، وبدا ينفذ. فبدا ابني خلاص دخل هو بقى راجل وبدا ينفذ الحاجات اللي بتعجبه. في سلبيات وفي ايجابيات. السلبيات بحاول بقدر الامكان من وهو قبل ما يطلع من بيتي عشان يروح بيت تاني ويفتحه ان انا اغيرها، بحاول. يعني انا بشوف ستات، بشوف على حسب شخصيه الراجل بتتعامل مع رجاله، والاقي الراجل فعلا اتغير، كان عصبي وما بقاش عصبي، كان ممكن يعرف ستات غيرها ومعاها لا هي مكفيه. بس انا بحس انه مش شطاره الست كام في الميه، مش شطاره الست معيني، بس هقول قليل، مش شطاره الست. الراجل عنده استعداد يتغير، هو عايز يبقى احسن. لا انا قصدي بقى ان ممكن ولقى واحده مساعداه، لكن هو لازم يكون عايز يتغير. لو هو مش عايز يتغير، لو مش مقتنع ان هو لازم يتغير مش هيتغير. لو اتنططت قدامه، مش مقتنع بالست اللي معاه، ولا مش مقتنع بالحياه اللي هو فتحها، ولا مش مقتنع، مش مقتنع ان هو غلط، هو انا كده صح، انا عصبي دي خلقه ربنا، انت تستحمليني زي ما انا، زي ما امي كانت مستحملاني وزي ما ابويا كان مستحملني، انت كمان مش مستحملاني ليه؟ ما يشوفك ان انت وحشه. اشمعنى انا ماما كانت مستحملاني وانت لا؟ ماما يبقى انت ما بتحبنيش. ماما يا ماما هو مش هيفهم بقى دي، يبقى انت ما بتحبنيش زي ماما، يبقى انا اروح اقعد عند ماما. ماما يا ماما اللي تستاهلني، لكن انت هتستاهلي ماما سوبر ماما عندي هنا. ايوه ايوه. فبشوف ان الراجل اللي بيتغير بيبقى هو عايز يبقى، هو عايز يبقى احسن، مش الست شطاره منها. الحقيقه انا ما شفتش قدامي رجاله اتغيروا كتير خالص، وانا قدامي طبعا نماذج كتير، جوزي وجوازات اخواتي واصحاباتي والى اخره، ما لقيتش حد اتغير كتير بعد الجواز. انا في حاله او اتنين قدامي، اتنين بس، من كام؟ من 80 مليون، من 80 مليون كتير، من كتير قدام انا اتغيروا فعلا. بس على فكره بتختلف على شخصيه الست، لو الست شخصيتها قويه بتقدر تغير الراجل. ده لو هو مستحمل شخصيتها قويه، في راجل الشخصيه قويه تخنقه ما يقدرش يكمل معاها، بس يحبها بس ما يتجوزهاش. لا ما هو خلاص متجوزها. طيب لو الراجل مش رومانسي، طبعا هو ايام الخطوبه لازم هو عموما ان الراجل الشرقي كله مش رومانسي غير في فتره الخطوبه، لا اما لو هو محتاج حاجه، يعني عايز منك تعملي له حاجه هتلاقيه رومانسي. بس هو عاده مش رومانسي؟ لا طبعا. طب ولو ست رومانسيه وبتحب الرومانسيه، مش ما ينفعش تغير جوزها انه يبقى رومانسي؟ لا صعب جدا، مش هيتغير. لا ممكن وقت تتفرج على مهند ممكن وقت يبقى رومانسي. وقتي يتفاعل معاها في اللحظه دي بس، تمام، لكن فترة. بعد كده يرجع بقى نص ساعه ساعه كده. ساعه لا لا خالص يعني. لا 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 انا بقول في لحظات، طب اللحظات دي ممكن تبقى موجوده لحظات رومانسيه. هيبقى رومانسي هيبقى رومانسي. اي راجل على فكره هيبقى رومانسي، لكن لا 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 وانس ان خلاص دي انتهت. اي راجل حضرتك مين اللي صدقيني والله ده لو عايز حاجه لحضرتك ما بالظبط. في اي لحظات، في اي لحظات في رجاله ما بيبقوش ولا رومانسيين ولا اي حاجه. دي رجاله اللي بتبقى جد قوي في اي وقت واي مكان واي زمان، والبني ادم اللين بيبقى لين في اي مكان واي زمان بغض النظر عن الرومانسيه. طب الراجل العملي اللي بيفكر كتير اللي هو عقلاني قوي واقعي جدا ماشي، ده طبعا بيبقى رومانسي. لكن الراجل التاني اللي هو العادي مش رومانسي ليه؟ طب بيعمل ايه يعني؟ ليه مش رومانسي؟ هموم الدنيا يعني. في رجاله واقعيين جدا وبيفكروا يعني حتى يتجوز بعقله،
ويخلف بعقله. أيوة. ويحب بعقله. بيفكر ده طبيعي انه ما يبقاش رومانسي، صعب اصلا يبقى رومانسي. التاني بقى اللي هو ما بيفكرش كتير وانا مستحملاه، مش رومانسي ليه؟ ليه مش رومانسي؟ ما هو اصلا الرومانسي يعني عموما اصلا ما فيش راجل رومانسي زي ما انا قلت قبل كده، من الصعب انك تلاقي راجل رومانسي، ولو لقيتي راجل رومانسي 24 ساعه انت نفسك هتزهقي وهتبقي مش عايزاه. مسحلي لي شعره يعني وعمال لي بيحب بيا وشغالي عبد الحليم، بتكلم في راجل عايزين راجل في مره يروح يدخل على مراته بهديه من وقت كده، انت لازم تفكري يبعت لها مسج انا بحبك على فكره، لما يحصل موقف يطبطب عليها انت كل حاجه في حياتي، هو ده رومانسي؟ ما ده الطبيعي، ده حتى ما بقاش موجود. يعني مش بتكلم على الراجل رومانسي، مش موجود. مش عايز واحد رومانسي بيدلدق على رومانسيه، بتكلم ان واحد يطلع لحظات حب لمراته، حب حقيقيه. يعني برضو مش عايزين ننكر على الناس اللي عندها نسبه رومانسيه، يمكن يكون في 5% مثلا لو قلنا هيكون موجود، معلش برضو هندي للناس. في ناس يا جماعه ما هو في، والله انا بشوف ناس بتحب وبيكون في بينهم لحظات لطيفه جدا. عندي قرايبي كتير بيبقوا متواجدين وبقالهم سنين متجوزين، وكلمه الحب ما بتتقطعش من بقهم قدام الناس. دول شاطرين، هو على فكره قدام الناس سنين. طيب تعالوا لي بقى على الراجل البخيل كده، سيبك بقى من كل اللي فات ده اللي فاتكم، والراجل البخيل ده كوم تاني. كلموني بقى عن الراجل البخيل شويه. برضه صعب تغييره. لا ده مستحيل تغييره، صعب جدا مستحيل تغييره. مرفوض المرفوض المرفوض. يعني انا ممكن الست تقبل براجل خاين بس بخيل لا. بخيل لا، بخيل لا خلاص ما تدخلش اصلا، مفيش. والبخيل ما بيبقاش بخيل تجيبه بس، ده بخيل على نفسه، بخيل مشاعره، في مشاعره، في كل حاجه. طب ده يتغير ازاي بقى لو واحده كده قرعتها يا عيني وقعت واحد؟ والله واعرف ناس وعايشين ومتعايشين، هتعمل ايه؟ يبقى يضطر يتعايشوا. هي بتصرف، بتشتغل، بتشتغل وهي بتصرف ومغطي. يعني هو ما بيديش للاولاد دروس، هي بتشتغل وبتدي للاولاد دروس. هي هو مقعدهم في بيت صعب جدا، وبالرغم عن كده هي حاولت بكذا طريقه ان هي تطلع من البيت، وهو معاه ومعاه بكتير. بس طب لو اكتشفت ده ايه ده بقى؟ هتعمل ايه؟ طيب تحمل كده ازاي؟ عشان يعني انت ربنا اداك عشان خاطر ولادك، انت يعني بتحرمهم ازاي؟ هتاخدهم معاك؟ هي الناس دي مش قادره تفهم. هو انت عارفه انه البخيل بيبقى بخيل على نفسه كمان، مش شرط. لا شفت بقى مخلة على الناس وعلى نفسه. انا اللي شفتهم انا النماذج بقى اناني. النماذج اللي انا شفتها بصراحه، النماذج اللي انا شفتها كانت بخيله حتى على نفسها، على نفسها في بيت اللي هو حتى اللبس بخيل فيه، الاكل والشرب بخيل فيهم. يعني تتجوز واحد بخيل يا تستحمل يا تنفصل. إيه لو ما لكن تتغير يتغيروا، تنفصل من الاول احسن. لكن لو خلفت منه تحاول تطلع دايما. بس هل البخيل مش عارف في محفظته حاطط فلوس قد ايه عشان الست تقدر ان هي تفتح محفظته وتاخد منه؟ ما تقول لها مش انا، هتقول مش انا بقى. يعني ايه مش انا؟ فرقت الست عملت مرة كده، عملت الست مرة تانية لما تيجي تعمل مرة تانية هو اكيد هيعمل لها. الست ذكية جدا على فكرة، هتعمل ايه؟ يعني هي ممكن تقول مثلا رحت جبت كذا وكذا وكذا اصل وقع مني معرفش ايه. لا اصل مع البخيل، مع البخيل هو هتلاقيه هيوقع. هي الدنيا مش جنيه وبيها، هتعافر معاه. الدنيا صعب مش كل مرة.